صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح على كل مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا على شاشة صدى البلد. نتمنى إن شاء الله إن النهاردة الجمعة يكون يوم مليان بالخير والبركة على كل المصريين، وإن شاء الله حلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على قناة صدى البلد إن شاء الله معاكم من دلوقتي لغاية الساعة 10 بموضوعات مختلفة ومتنوعة. في البداية اسمحوا لنا ان احنا في جيل بحاله احب ان انا اعزيه ونعزي انفسنا واسرة الاذاعية الكبيرة نجمة الاذاعة المصرية فضيلة عبد العزيز. فضيلة عبد العزيز معروفة لينا كلنا بأبلة فضيلة. أبلة فضيلة رحلت عن عالمنا امبارح عن عمر يناهز 94 عام، ورحلت في كندا. هي عايشة مع بنتها في كندا هناك. أبلة فضيلة الأجيال الجديدة يمكن كتير قوي ما يعرفوهاش، هي بتعتبر واحدة من أشهر مقدمي ورواد برامج الأطفال في الإذاعة المصرية. كلنا مرتبطين بصوتها بحوادتها، كانت ليها طريقة جميلة جدا. عايزة أقول لحضراتكم إن أبلة فضيلة تم تعيينها في الإذاعة اللي كانت وقتها تابعة لوزارة المواصلات، يعني الإذاعة المصرية كانت بتتبع وزارة المواصلات. تخيلوا إن أبلة فضيلة بصوتها ده كانت بتقرأ نشرة أخبار، وبعدها انتقلت للعمل في التلفزيون. والإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق كانت سابقة زمانها بكتير، يعني لأن ليها كده طريقة سلسة في تطوير الإعلام في استخدامه. كانت لو تفتكروا أبلة فضيلة البرنامج بتاعها كان فيه غنى وكان فيه حواديت وكان فيه توعية للأطفال بموضوعات مهمة وهادفة جدا، كلها مبادئ وقيم لازم ولادنا يعرفوها. الله يرحمك يا أبلة فضيلة، وعلى طول هتبقي معانا. عايز أقول لحضراتكم أن صلاة الجنازة هتقام اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا. وفي الآخر بنقول رحم الله الفقيدة وألهم أهلها الصبر والسلوان. قبل ما نتكلم بقى في فقرات النهاردة، احنا جالنا تليفونات كتيرة وجالنا ناس كتيرة بيبقوا عايزين يعرفوا شكل خريطتنا ايه، يعني لسه برضو الناس بيبقى اول يوم كده الماراثون الرمضاني بنلاقي محدش عارف ده بيتذاع فين وده بيتذاع فين وده بيتذاع فين. احنا على شاشة صدى البلد عندنا وجبة درامية وبرامجية دسمة كبيرة جدا. الحقيقة إدارة شبكة قنوات صدى البلد كانت حريصة على التنوع فيها عشان كل الأعمار تكون البرامج والمسلسلات دي تناسبها، وإن البرامج برامج صدى البلد كالمعتاد خليني أقول كل القضايا فيها بتناقشها، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، مطبخ، أطفال، يعني مسابقات، كل حاجة، ورياضة. أنا عايز أقول حتى الرياضة عندنا كذا برنامج رياضي، ديني، يعني مش هتلاقوا حاجة مش موجودة على شاشة صدى البلد. طيب نقول شاشة صدى البلد فيها إيه مسلسلات شهر رمضان؟ عندنا في شهر رمضان الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، عندنا أيضا مسلسل وعود سخية بطولة حنان مطاوع، عندنا مسلسل ليل أم البنات بطولة النجمة الكبيرة سهير رمزي، عندنا مسلسل تلت التلاتة بطولة الفنانة غادة عبد الرازق. ده بالنسبة للمسلسلات. طب تعالوا نشوف على مستوى البرامج، حدث ولا حرج بقى الحمد لله، الله أكبر. يعني فعندنا برامج متنوعة وباقة مختلفة، وكل البرامج اللي في صدى البلد أعدت خصيصا لتربية رغبات متابعي صدى البلد بمختلف اهتماماتهم. منها مثلا هنلاقي برنامج وفوق كل ذي علم عليم، ده لمين؟ ده الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة العلماء. عندنا أيضا في برنامج كل يوم فتوى، ده للزميل حمدي رزق مع فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. برضو عندنا من هدي القرآن مع العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة العلماء كبار العلماء بالأزهر الشريف.
عندنا البرنامج، يعني البرنامج ده انا شخصيا بتابعه لاني بحبه جدا، ربي زدني علما، من تقديم الدكتور حسام وافي استاذ الحالات الحرجه بكليه طب قصر العيني. ربي زدني علما، دكتور حسام وافي بيدي كل يوم نصائح طبيه وانسانيه قيمه يوميا قبل الافطار. طبعا ده يعني بالنسبة للبرامج اللي هي يعني مختصة بعض الشيء برمضان، لكن تعالوا بقى نشوف البرامج الأخرى المتنوعة، برامجنا احنا بقى، برامج صدى البلد العادية اللي بتشوفوها كل يوم طول السنة. عندنا على مسؤوليتي مع أحمد موسى، عندنا كلمة السر مع خالد ميري، عندنا سلطة التحرير مع عزة مصطفى، عندنا حقائق وأسرار لمصطفى بكري، عندنا برنامج الماتش لهاني حتحوت، وعندنا وإحنا لبعض لنهال طايل، عندنا ملعب البلد لإيهاب الكومي، عندنا ست الستات لدينا رامز، عندنا سبوت لايت لشيرين سليمان، عندنا برنامج الأطفال حكايات فلتة وجده مع ماما حنان بتقدمه حنان البطعني، عندنا برنامج سفرة دايمة للشيف نورهان ميشيل، وعندكم صباح البلد. احنا معاكم كل يوم على مدار الشهر إن شاء الله، ودي خريطة رمضان، يعني إن شاء الله الخريطة دي تحوز على رضاكم وتبقوا دايما معانا على شاشتنا ودايما معانا على الخير والبركة يا رب. تعالوا بقى نشوف فقراتنا إيه النهاردة. فقراتنا في صباح البلد عندنا أهم وأبرز عناوين ومنشطات الصحف والمواقع الإلكترونية، هيكون معانا فيها بالتحليل إن شاء الله الدكتور مختار غباشي. أيضا زي ما عودنا حضراتكم، يعني دايما في البداية كده بنحب نقدم لكم معلومة، معلومة علمية أو دراسة جديدة الناس شغالة عليها. النهاردة الدراسة اللي هنتكلم عليها هي دراسة حديثة أجراها علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو. الدراسة كشفت عن وجود علاقة بين المشروبات الغازية المحلاة، يعني اللي هي مش دايت أو من غير سكر، المشروبات الغازية المحلاة والشيخوخة المبكرة. تقولي ازاي؟ هقول لك، قاموا بتحليل البيانات الخاصة برفاهية أكثر من 5000 شخص أعمارهم بتتراوح من 20 ل 65 عام، تم الحصول عليها في 1999-2002 كجزء من المسح الوطني للصحة والتغذية. أيضا الدراسة العلمية كشفت أن اللي بيشربوا مياه غازية محلاة عندهم زيادة في الإصابة بأمراض مزمنة، أمراض مزمنة، مالناش دعوة بقى بالتخن وكلام ده، في أمراض مزمنة هتبقى موجودة الأول، وانخفاض متوسط العمر. ده بيعكس إن الناس اللي بتشرب عصاير طازجة صحتها أحسن وعندها عمر أطول. كمان الدراسة أكدت إنه من الممكن إنه يمتد للأطفال الصغيرين اللي بيشربوا المشروبات الغازية ويعرضهم للخطر. وإحنا دايما بنقول للأمهات والأباء ابعدوا أولادكم عن تناول المشروبات الغازية، اديلوا عصاير طازجة مش عصاير معلبة، عصاير طازجة عشان صحته تكون أفضل إن شاء الله. يا رب يسلمكم، وإن شاء الله يعني يمكن رمضان ده يخلينا كده إيه نمشي على نظام معين ونكمله بعد كده، هيبقى مفيد لينا إن شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله هكمل معاكم فقرات برنامجنا. تعالوا بقى نتعرف دلوقتي على حالة الطقس عاملة إيه. يعني وعايزة أقول لحضراتكم وأنا جاية النهاردة الصبح كان الطقس لطيف، يعني بالعكس في درجة حرارة شوية مرتفعة، فنشوف خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيقولوا لنا إيه. بيتوقعوا إنه هيسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الغربية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. تعالوا نشوف درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية. هنلاقي القاهرة النهاردة
28 أما الصغرى 15 في ارتفاع في درجة الحرارة زي ما أنتوا شايفين. الإسكندرية 22-15، الإسماعيلية 29-14، الغردقة 28-15، المنيا 30-10، سوهاج 31-13، أما أسوان فالعظمى 33 والصغرى 17. طيب تعالوا نشوف بقى عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فحنلاقي الرياض العظمى فيها 27 أما الصغرى 16، أبو ظبي 27-21، أنقرة 14-4، لندن 13-7، واشنطن 11-7، باريس 15-8، أما بكين ف 13-6. زي ما انتوا شايفين يعني برضو فصل الربيع بنلاقي ان حتى الدول البارده بنلاقي ان ابتدت درجات الحراره، يعني باريس 15-8، واشنطن 11-7، كنا بنلاقي لسه من فتره قريبه تحت الصفر، لكن الحمد لله درجات الحراره بدات في الارتفاع بعض الشيء في جميع دول العالم. طيب من الجو تعالوا نشوف اسعار العملات والذهب ايه النهارده. خلونا نبتدي باسعار العملات والدولار الامريكي. الدولار الامريكي سجل النهارده للشراء 30 جنيه 84 قرش، اما البيع ف 30 جنيه 95 قرش. اليورو شراء 33 جنيه 52 قرش، اما البيع ف 33 جنيه 65 قرش. الجنيه الاسترليني شراء 37 جنيه و89 قرش، اما البيع ف 38 جنيه و4 قروش. الريال السعودي شراء 8 جنيه و20 قرش، اما البيع ف 8 جنيه 24 قرش. الدينار الكويتي شراء 100 جنيه 68 قرش، البيع 101 جنيه و19 قرش. هناك ارتفاع في سعر صرف دينار الكويتي بالنسبة للبيع، أما بقيت وأيضا في الريال السعودي في ارتفاع في سعر صرف الريال السعودي، ممكن يكون ده موسم عمرة فهناك ارتفاعات بعض الشيء. أما بالنسبة للدولار واليورو والجنيه أعتقد أنهما في حالة ثبات بقالهم فترة على هذه الأرقام. طيب أنتقل لأسعار الذهب. أسعار الذهب اللي هي كل يوم بحال يعني، خلينا نقول أنه ما زال سعر الذهب يعني هو انخفض بعض الشيء عن الأيام اللي فاتت، لكن ما زال مرتفع عن المعتاد. يعني هنلاقي عيار 18 1731 جنيه ونص، عيار 21 2020 جنيه، عيار 24 2308 ونص. أما الجنيه الذهب فحلاقيه 16160 جنيه. زي ما انتم شايفين ان أسعار الذهب ما زالت مرتفعة بعض الشيء. بعد ما تعرفنا على أسعار العملات والذهب تعالوا بقى ننشط شوية ونعمل شوية رياضة وتمارين خفيفة تقدر تعملها في البيت، حتى تقدر تعملها وانت صايم، حتى يعني مش هتحس بعطش جامد، هتقدر تتحرك بشكل طبيعي. تعالوا نشوف. يا صباح الفل والنشاط، وجي معانا مع الفقره الرياضيه نلعب شويه تمارين بسيطه كده مع كوتش ساره. صباح الفل يا ساره. صباح الخير يا فرح. الحمد لله كله تمام. كله حلو؟ كله حلو الحمد لله. النهارده هنتمرن ايه؟ النهارده هنتمرن تمرين كارديو خفيفه على الستيب. هنستخدم الستيب دي علشان خاطر نعلي مستوى اللياقه البدنيه في البيت. طبعا ممكن درجه صغيره، ممكن كرسي من كراسي المطبخ الصغيره يعني، او حتى لو انا مش قادر ممكن اعمل نفس الخطوات بس في مكاني. حلو، او من غير اي من غير من غير ستيب ده ليفل، واللي قادر يستخدمه، اللي مش قادر ممكن يعمل نفس الخطوات بس على الارض. حلو قوي. يلا بينا نسخن. يلا بينا نسخن. طيب احنا بنسخن زي ما احنا متفقين من تحت، مش صوابع بالراحه، بعد كده بنسرع شوية. يدي معايا. برافو عليك يا فرح. بعد كده بنعلي شوية ونجري في المكان. أوكي ماشي. بعد كده لورا، هعيدهم تاني، مشت كعب في مكاني، بعد كده بعلى شوية، بعد كده لورا. خلاص حفظنا بقى، حفظنا. ضربات القلب تعلى شوية والدم يوصل للعضلات. هنستخدم الستب ان احنا هناخد خطوة التانية وانزل بسرعة 10 عدات. لو انا في مكاني هوريكم يا فرح، خليكي انت شغالة. خطوة وخطوة قدام وورا، هي نفس هي الخطوة. هي نفسها. هنثبت الرجل اليمين ماشي. ماشي. الرجل الشمال هتطلع تعمل تاتش خبطة وتنزل تاني. دي ثابتة هنا والتانية بتطلع وبتنزل. نسرع عادي بالظبط 10 عدات.
بعد كده ركبه لفوق فوق، مفيش مش تاتش بقى. ونحاول على قد ما نقدر دي فرح ما تتفردش قوي، يعني نخليها كده تكون ثابته متنيه. اوكي بالظبط. بعد كده الكير ايدي قدام هنا وكعبي يخبط ورا، ركبي بتتني لورا مع الضهر هايل بقى. تمام، هننزل ونطلع برجلينا الشمال ونطلع وننزل. احنا دلوقتي خلاص بقى بنمرن الشمال بقى، هنبتدي في المجموعه بتاعه الرجل الشمال. احنا دلوقتي هنثبت الرجل الشمال، الرجل اليمين خبطه وترجع. برافو. بعد كده هنطلع نيه هب، يلا ركبه لفوق 10 عدات. ثالث تمرين لورا، كعب لورا كعب لورا. ايوه، وايدي لورا مع ايدي، كوعي بيخبط بيروح لورا. هننزل فعلا. ايوه خبطه خبطه. نهدي ضربات القلب، ننزل شويه بالهارت ريت. هنعيد المجموعه دي ثلاث مرات. ثلاث مرات مننا 10 دقائق. حلو قوي، عملنا نشاط يومي، حركنا كل جسمنا، فوقنا ومشينا الدوره الدمويه. مش هتاخد مننا ربع ساعه 10 دقائق لنفسنا ولصحتنا والمناعه. تمام، هنعيدها مره كمان يا فرح. هنطلع برجلنا اليمين بسرعه علشان نحفظه. بعد كده هنثبت الرجل اليمين، تاتش تاتش خفيف على السلمة في مكاني 10 عدات. بعد كده ركبه ركبه فوق ايدي عكس رجلي هايل يا فرح. بعد كده الكير ايدي قدام كعبي لورا. برافو. وبتني رجلي لورا 10 عدات ثلاث مرات. انا كده بمرن الرجل اللي ثابته كمان، مش بس اللي فوق ايزومتريك، والثانيه شغاله كارديو، وفي نفس الوقت العضله الخلفيه والاماميه والثمانه. طيب هنثبت الرجل الثانيه لليمين الشمال. اوكي الشمال. ايوه. بعد كده هنلمس باليمين. مظبوط. ثاني حاجه ايه؟ ركبه. ركبه. برافو. بعدها الكير. يس عملتها صح اخيرا. ايوه كده احنا شغلنا عضلات رجلينا امامي وخلفي وتحت وكارديو، يعتبر يعني كمان عضلات الرجلين كلها، يعني اللور بادي كلها، وفي نفس الوقت كارديو يعني حرقنا دهون، علينا مستوى اللياقه. دي اهم حاجه ودي اهم حاجه. ميرسي يا ساره، صباحك زي الفل. صباح الخير عليك. باي باي. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نروح مسجد السلطان حسن، تعالوا نشوف. يعد مسجد السلطان الناصر حسن ومدرسته أحد المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة، درة العمارة الإسلامية بالشرق، وأكثر آثار القاهرة الإسلامية تناسقاً وانسجاماً. يمثل مرحلة نضوج العمارة المملوكية أنشأه السلطان الناصر حسن ابن الناصر محمد ابن قلاوون خلال الفترة من 757 هجرياً 1356 ميلادياً إلى 764 هجرياً 1363 ميلادياً خلال فترة حكم المماليك لمصر. يتكون البناء من مسجد ومدرسة للمذاهب الأربعة الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، وكان يدرس بها أيضا علوم تفسير القرآن والحديث النبوي والقراءات السبعة، بالإضافة إلى تحفيظ الأيتام القرآن وتعليم الخط. موقع المسجد قديما كان سوق يسمى سوق الخيل، وكان به قصر أمر ببنائه الناصر محمد بن قلاوون، ثم قام السلطان حسن بهدم هذا القصر وبنى محله هذه المدرسة. ويقع المسجد حاليا بميدان صلاح الدين بحي الخليفة التابع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة، وبجواره عدة مساجد أثرية تتمثل في مسجد الرفاعي، مسجد المحمودية، مسجد محمد علي، ومسجد الناصر قلاوون بقلعة صلاح الدين، ومتحف مصطفى كامل. تعالوا بقى نشوف
يا ترى فقرة الترند فيها ايه؟ ايه اكتر حاجة اهتم بيها المصريين امبارح على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؟ برضو هنشوف اهم ترندات العالمية عامة. يعني خلوني اقول احتلت صدارة البحث امبارح او الترند امبارح كان على محركات البحث بشكل عام، هو تصدر الإذاعية المصرية الشهيرة فضيلة توفيق عبد العزيز والمعروفة بأبلة فضيلة، وده بعد رحلها في كندا عن عمر يناهز 94 عام. أبلة فضيلة زي ما قلنا في البداية هي واحدة من أشهر مقدمي برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، قدمت عدد كبير من البرامج المميزة للأطفال. هي من مواليد 4 يناير 1929، تخرجت في كلية الحقوق وتعلمت على إيد بابا شارو، بابا شارو الإذاعي المصري الشهير، وكان أيضا مقدم برامج أطفال. طبعا كلنا بندعي لماما فضيلة بالمغفرة والرحمة والصبر لذويها. تعالوا نشوف الترند التاني هو إيه. ابتدينا نتكلم على مسلسلات رمضان وابتدى البحث على مسلسلات رمضان، هنلاقي الترند التاني تصدر مسلسل سوق الكانتو لأمير كرارة. محركات البحث المختلفة قبل عرضه، هو لسه ما اتعرضش لكن الجمهور ابتدى يدور عليه، وابتدى جمهور ومحبي الدراما يبتدوا يشوفوا امتى الحلقة الأولى هتبتدي تنزل علشان يشوفوها. المسلسل من اللي عرفناه كده بعض الحاجات يعني ان بتدور احداثه في اطار اجتماعي درامي عن منطقة شعبية اسمها سوق الكانتو. الكانتو ده هو القماش، وهو عبارة عن شاب بيقع في حب فتاة يونانية زي ما احنا شايفين، ممكن تبقى مي عز الدين ما هي باينة هي من البتاع. الأحداث بقى هتتوالى في فترة زمنية بترجع لفترة الخمسينيات، والمسلسل فيه عدد كبير من نجوم الفن، منهم مثلا زي ما قلنا أمير كرارة، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة مي عز الدين، عبد العزيز مخيون، شيرين، مها نصار، محمود البزاوي. والمسلسل ده من تأليف وهاني سرحان وإخراج حسين المنياوي. طيب تعالوا نشوف الترند الثالث النهاردة عن إيه؟ عن فنانة أيضا. أنا بقولك هو شهر رمضان بيبقى فيه فنانات كتيرة كده بنحب نتكلم عليها. الترند الثالث الفنانة رانيا يوسف، كانت برضو على محركات البحث امبارح بشكل كبير جدا. ليه؟ هي ظهرت في أحد البرامج الفضائية وصرحت إن هي على خلاف مع الفنانة زينة بسبب مسلسل أرض النعام. قالت فيه هي قالت فيه بقى إيه؟ في البرنامج مش في المسلسل، قالت إن نجوميتي أكبر من زينة، ونجوميتي عملتها بنفسي ومحدش ساعدني، ومشواري الفني عمل نجوميتي ومحدش ساعدني بمكالمة تليفون. وكمان اتكلمت عن زيجتها الثلاثة اللي وصفتهم بالثلاث غلطات في حياتها. ولسه ياما هنشوف ترندات شهر رمضان ده، بيطلع فيه حاجات كتيرة جدا، يعني في صلاة وفي صوم وفي عبادة وفي فنانين. تعالوا بقى نشوف جولتنا حول العالم هنشوف فيها ايه النهاردة، وبعد جولتنا حول العالم عندنا جولتنا الإخبارية وقراءة لأهم الأخبار وعلى في الصحف القومية والمواقع الإلكترونية. مشاهدينا الكرام، دلوقتي جه ميعادنا مع منشطات الصحف واخر الاخبار على المواقع الالكترونيه. معانا فيها الدكتور مختار قباشي. دكتور مختار منورنا. صباح الخير عليك ورمضان كريم. حضرتك طيب؟ الله اكرم يا فندم. خلينا نبتدي جولتنا الاخباريه النهارده. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويرا حقيقيا للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي، وذلك من خلال تحديث ليس فقط تحديث المباني والمنشآت، ولكن أيضا عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة
بما يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية والانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة التي تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن المخلصين لصياغة حاضر ومستقبل أفضل لمصر. دكتور مختار، يعني خليني أتكلم على خطة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية. هذا ملف مهم جدا وملف مش سهل. أنا بنقل الوزارات الحكومة بأكملها لمنطقة أخرى، وإحنا خليني أقول يعني معلش إحنا يعني دولة عميقة، يعني الوزارات دي بقالها عمر وسنين في هذا المكان. هذه الخطة والانتقال ومردودها على الدولة وأداء الحكومة إيه؟ يعني خلينا أقول لك بداية، العاصمة الإدارية هي التحدي الأكبر. نعم. يعني التحدي الأكبر في الأداء الحكومي طوال السنوات السابقة، والتحدي الأكبر لأنه عنوان الجمهورية الجديدة، والتحدي الأكبر لأنه برغم الظروف الاقتصادية وبرغم الوضع المالي إلا أن هناك تحدي بضرورة الانتهاء من هذه العاصمة ونقل كل المقرات الحكومية إليها في خلال فترة زمنية من وجهة نظري وجيزة. نعم. وأنه التحدي كمان الأهم أنه مدى قبول الموظف العام لهذه النقلة النوعية والتكنولوجيا الخاصة بها. إذا كنت بتتكلمي عن التكنولوجيا الرقمية أو بتتكلمي على الأداء الحكومي أو بتتكلمي على طبيعة المقرات والمكاتب الحكومية اللي هتكون هناك، ده كله تحدي. وأنا متصور أن هناك دورات تدريبية بيأخذها كثير جدا من العاملين في كثير جدا من المقرات الحكومية، لكن بشكل أو بآخر بالعنوان ده وبغيره من العناوين احنا فاهمين ان هناك اصرار من الدولة على ضرورة الانتهاء من هذه العاصمة ونقل كل المقرات الحكومية اليها، واللي المفترض خلال المرحلة القادمة هتكون اضافة للاداء الحكومي، اضافة من ناحية التعامل، اضافة من ناحية الرقمنة، اضافة من ناحية التواصل، اضافة من كثير جدا من الامور. دعينا نراقب الامر، وانا متصور انه هذا التحدي بحكم ما تم انفاقه على العاصمة الادارية وعلى المقرات الحكومية هيكون أداء متميز خلال هذه المرحلة من وجهة نظر إن شاء الله. وأعتقد أنهم خلاص يعني ده في خلال خلينا نقول أيام بعض الوزارات، يعني هذا العام مفترض أن ينتقل كل المقرات الحكومية إن شاء الله. طيب أنتقل لخبر آخر، حيث قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: بكل فخر واعتزاز شهدت افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي انطلق من العاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن هذا المشروع الثقافي الشامل سيكون نواة لتقديم مختلف الخدمات ونافذة للمعرفة والخطاب الديني المستنير. دكتور مختار، يعني قرينة السيد الرئيس تحديدا هذه الفترة في يعني دور مجتمعي مهم بتقوم به، والدور ده يعني يمكن يعني هي ابتدت تكثف من مجهودها في هذا الموضوع، كيف ترى هذا الموضوع؟ يعني بالتأكيد أنا متصور أن الدور اللي بتأديه حرم سيادة الرئيس هو دور مكمل لأداء سيادة الرئيس. أداء سيادة الرئيس لو خدناها بالمعنى السياسي هو أداء سياسي في المقام الأول بتمثيل الدولة ومراقبة حسن أداء الإدارات الحكومية وغيره. قرينة سيادة الرئيس أداء مجتمعي. نعم. أداء إنساني في المقام الأول، مفترض إن هي تكون حاضرة في كل الأعياد الخاصة بالمرأة، في كل المناسبات الاجتماعية، بتحاول تكون لها كلمة ورسالة توصلها من خلال هذا الأمر. وأنا متصور إنه حديث حضرتها في خصوص هذا المسجد اللي هو تاني أكبر مسجد في العالم بهذا الحجم المهول، 110 فدان تقريبا، ويعني يحتاج إلى عدد كبير جدا من المصلين، أنا متصور أن دي رمزية مهمة جدا وهو جزء مكمل لأداء سيادة الرئيس في كثير جدا من المناسبات والأدوات اللي بيقوم بيها لإدارة منظومة الدولة. صحيح. أنتقل لخبر آخر، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
عن تضاعف الواردات المصرية عبر المطارات إلى حدود 78.7 من 10 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 24.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 54.2 مليار دولار بنسبة 221%، نتيجة عودة حركة الرحلات الجوية لطبيعتها مع إلغاء الإجراءات الاحترازية المصاحبة لظهور جائحة كورونا. وأشار جهاز الإحصاء إلى تراجع حركة الواردات عبر مختلف الموانئ البحرية وفي مقدمتها ميناء الإسكندرية، حيث بلغت قيمة الواردات 7.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.4 مليار دولار خلال عام 2021 بانخفاض قدره 15.8 مليار دولار. كما تراجعت الواردات عبر ميناء السويس إلى 7.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه بانخفاض قدره 9.8 مليار دولار. الأرقام دكتور مختار بتورينا واقع، يعني بس يعني الواردات اللي هو اللي احنا بنستورده مظبوط. ما انا هقول لك ارقام، انا مجهز لك ارقام وزنه. لان انا شايفه انها قلت في الموانئ، عليت قوي في المطارات. شوفي، بعيد عن المعادله دي، انا مش هاخد لك المعادله دي باعتبار ان المعادله دي مرتبطه بشكل او باخر بجائحه كورونا وغيره وحركه السياحه والى اخره من هذا القبيل، لكن المعادله الاهم من وجهه نظري هي معادله الصادرات والواردات. الارقام بتقول ان حجم واردات مصر خلال 2022 94 مليار و500 مليون دولار 2022. حجم صادرات مصر طبقا للتصريح الخارج من رئاسة مجلس الوزراء 53 مليار 400 مليار مليون دولار 2022. إذن أنا عندي فارق في حدود الصادرات والواردات في حدود 41 مليار دولار أنت بتستورديهم من بره. يبقى حجم الواردات اللي انت بتحتاجيها 94 مليار ونص، حجم الصادرات اللي انت بتصدريها 53 مليار. الميزان التجاري كفته ابتدت تنتظم بعض الشيء. اي عندك، بس عندك فرق 40 مليار. بس احنا كنا قبل كده في فرق اكبر من كده بكتير. صحيح. انا عندي برضو علامات مهمه جدا في هذه الارقام. العلامه الاميز انه الصين اكبر دوله بتجيبي منها حاجات. أيوة. في حدود 14 مليار و400 مليون دولار. تاني دولة بعديها على طول المملكة العربية السعودية ب 7 مليار و900 مليون دولار، يعني تقريبا في النص، ثم يأتي من بعدها أرقام أخرى بقى، أمريكا ثم روسيا وغيره من هذه الدول. لو أنت نظرت في حجم الصادرات هتلاقي أكبر دولة على رأس العشر دول اللي أنت بتصدرها إليها تركيا 2 مليار و200 مليون دولار، هتلاقي بعديها جاية إيطاليا 1 مليار و900 مليون. واحنا بنستورد من تركيا قد إيه؟ لا احنا بنستورد من تركيا اكتر من ما هو ده هي الميزان التجاري. انا يعني انا عايزه يبقى في الكفه. ما هي المعادله الاولانيه اللي قلتها لك، المعادله الاولانيه دي اللي هي 94 مليار وال53 مليار، ال 40 مليار اللي في الوسط، ال 40 مليار اللي في النص دول هم دي الفجوه اللي انت محتاجه انك انت تغطيها. العلامه الثانيه الاميز الحقيقه من خلال قراءتي لهذه الارقام انك انت بتستوردي قمح وذره في خلال 2022 في حدود 3 مليار للذرة و4 مليار و200 مليون 200 مليون دولار للقمح. اذا عندك حجم واردات في حدود 8 مليار او 7 مليار و500 مليون دولار. لو قدرنا نحقق شكل من اشكال الاكتفاء الذاتي خلال المرحله القادمه، خصوصا ان انا قرات تقرير بيقول ان الدوله بتحاول على 2030 نخلق شكل من اشكال الاكتفاء الذاتي من هذه السلعه الاستراتيجيه. لو قدرنا نحقق ده وفرنا 8 مليار دولار انت بتستوردي منهم قمح وذره خلال هذه الفتره. يا رب يعني يا رب يعني نظبط الكفه يعني على الاقل يعني. طيب خليني اروح لاخبار مجلس التعاون الخليجي، حيث اكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ان الامن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزا من الامن القومي العربي، ورفض اي عمل او اجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. كما اكد المجلس في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خليجيه دول مجلس التعاون في دورته 155 وفقا لما اوردته وكاله الانباء السعوديه واس
على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكل المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدين ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادف 15 من سبتمبر 2021. كما أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق تطلعات شعبه، مشيدا بالجهود الدولية للآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان. بيان لما ألاقي أن البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن مصر والسودان وشأن سد النهضة، أشعر بأن الأشقاء العرب عامة أو الأشقاء في الخليج يقفون بجانب الدول العربية اللي عندها مشاكل، خليني أقول مشاكل مصيرية، يعني هي سواء بقى احنا نتكلم على السودان والأوضاع الداخلية داخل السودان أو موضوع سد النهضة ما بين مصر والسودان وأثيوبيا، هي مشاكل مصيرية. إيه رأي حضرتك في البيان وممكن دعم يجي إزاي؟ شوفي، بالتأكيد هذا البيان بيان مقدر، وهذا البيان بيان أدبي معنوي في المقام الأول والمهم، لكن أنت أمام قضايا في العالم العربي الآن هي بمثابة قضايا تحدي للعالم العربي، أمام واقع بالنسبة للقضية الفلسطينية يقود هذا الواقع ثلاثية داخل إسرائيل ساموريتش ثم إيتمار بن غفير ومعهم نتنياهو. كثير من المراقبين بيقولوا دي النكبة التانية، النكبة التانية اللي جايين يخلصوا الليلة كلها في الأرض الفلسطينية. الأمر التاني وده أمر مهم جدا، إنه أمام تحدي للأمن القومي المائي العربي. هذا التحدي المرتبط بالأمن القومي المائي العربي هو تحدي القوى المواجهة ليكي على هذا الأمر. لا إقرار أثيوبي بحقوق مصر التاريخية، ولا إقرار أثيوبي بالاتفاقات اللي أبرمت مع مصر في السابق 1902 أو 1929 أو 1959، وواجب على العالم العربي أن يقول له موقف على حدود هذه الخطورة اللي بتواجه الأمن القومي العربي. إذا كنت بتكلم بقى أمن قومي مائي، أمن قومي سياسي، قضايا عصية على الحل بطرق سياسية والدبلوماسية، لكن بشكل عام احنا محتاجين موقف عربي موحد يرتقي إلى خطورة أنهم أمة في خطر، وإن مقدراتهم إلى حد كبير جدا تستنزف، وإن أمنهم القومي المائي أو أمنهم القومي السياسي أو القضايا الخاصة بهم مش بأيديهم، وواجب عليهم أن يبحثوا هذا الأمر. لكن هذا البيان بهذا الشكل إلى حد كبير جدا بالتأكيد مقدر معنويا وإيجابي، بيان إيجابي حقيقي. طيب أنتقل للشأن الدولي، حيث ذكر الجيش اليوكراني أن القوات الروسية انسحبت من مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة على الجهة المقابلة من نهر دنيبرو في منطقة خيرسون في جنوب يوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع اليوكرانية أن كل وحدات جيش الاحتلال المنتشرة في نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون قد غادرت، وذلك نقلا عن فرانس بريس، فيما مسؤول عينته موسكو أن تكون القوات الروسية قد انسحبت من المدينة المذكورة في منطقة خيرسون. خليني أقول لحضرتك دكتور مختار، أنا اليومين دول التصريحات عكس بعضها، يعني أنا القوات الروسية تقول حاجة واليوكرانيا يقولوا حاجة وده يقول حاجة وده يقول حاجة، لكن أين الحقيقة؟ ما حدش بقى عارف دلوقتي الدنيا ماشية ازاي. لا، الحقيقة واضحة بخصوص الأزمة الأوكرانية. الحقيقة واضحة أن روسيا مستحيل عليها أن تخرج مهزوم، صحيح، يعني خدي دي حط تحتها 100 خط. الحقيقة الثانية أن حلبة صراع القوى الإقليمية والقوى الدولية وصلت إلى قمتها. الروس والصينيين وزيارة الرئيس الصيني لروسيا معلم مهم جدا، والتحدي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي هو في هذا الموضوع. بعيدا عن الأدوات العسكرية، انسحاب كذا من خرسون أو نهر دنبرو أو بخموت وآليات التحكم فيها وقوات فاغنر الروسية إلى حد كبير جدا مسيطرة على منافذها، الروس داخل الساحة الأوكرانية، وده كلام أنا شخصيا قلته في أكتر من لقاء، داخلين داخل الساحة الأوكرانية لتحقيق أهداف وبمخطط زمني
وهم ماشيين عليه. صعب جدا انك انت تتحدثي عن روس ان يخرجوا منهزمين. الامر الثاني وده امر مهم جدا، ان حجم المساعدات الامريكيه وحجم المساعدات الغربيه اللي راح للساحه الاوكرانيه بقى حجم مساعدات ظاهر وواضح، بانه الحرب النهارده ما اصبحتش صراع روسي اوكراني، لا هو اصبحت صراع روسي امريكي غربي واضح وصريح، وانه الى حد كبير جدا السؤال ماذا بعد؟ هل الصراع ينتهي عند حدود الساحة الأوكرانية، ولا بولندا مرشحة للصدام بحكم أن كل المساعدات بتخش من قبلها، ولا دول بحر البلطيق الثلاثة المزعجة للروس مرشحة للصدام، ولا فنلندا والسويد المؤهلتين للانضمام إلى حلف الناتو، والعالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية بيحاولوا يفتحوا جاب غربي في اتجاه آخر لقلقلة الروس من هذه الزاوية. أنا متصور أن الصراع داخل الساحة الأوكرانية لن ينتهي بسهولة، أمامك فترة زمنية طويلة، لأنه الصراع أوكرانيا هو صراع استنزاف للطرف الروسي اللي مازال ثابت حتى هذا التاريخ، وللطرف الأمريكي اللي بيتحدى وجوده وبيتحدى كلمة لافاروف، بأنه غرض هذه الحرب إنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كخطبة واحدة على المستوى العالمي. امبارح أو أول امبارح كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه يوكرانيا هتحارب لغاية آخر يوكراني، يعني يعني هو عارف إن هم مكملين وحيموتوا كلهم، يعني ده على لسانه. لا زائد إنه امبارح ابتدت في عملية نزوح مرة أخرى بعدد كبير لبولندا، بما أن حضرتك قلت بولندا. طبعا بولندا لأن كل المساعدات الغربية وكل المساعدات الأمريكية بتخش عبر بولندا، وعشان كده قلت لك بولندا مرشحة للصدام. صحيح. ودول البحر البلطيق الثلاثة مرشحة للصدام، وفنلندا والسويد مرشحة للصدام. أنت أمام عالم مختلف ما بعد الساحة الأوكرانية. الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد على مستوى العالم انتهى من وجهة نظري. القطب الوحيد والجاب الوحيد اللي المفروض أن يبحث له عن ملاذ آمن وكنا نتحدث عنه هو العالم العربي التائه في هذه المعادلة. تائه حقيقي يعني، وربنا معاه. وعلى فكرة يعني معلش، أغلب دول الاتحاد الأوروبي برضو ما يعمل كده يعني. صحيح. يعني مش بس إحنا يعني. صحيح. دكتور مختار قباشي أنا بشكرك شكرا جزيلا. نورتنا. مشاهدينا الكرام بكده بيكون انتهى برنامجنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله بيجدد لقائنا كل يوم الساعة 9 الصبح حتى ذلك الموعد. إلى اللقاء.